أهلا بكم مشاهدينا في خدمة إخبارية جديدة من تان تي في، نبدأها من تداعيات الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث أكدت وزارة الصحة وفاة 3 حالات وإصابة 206 آخرين بالإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أمس السبت. ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن المصابين خرج منهم من المستشفيات 129 حالة بعد تحسن حالتهم، وناشدت الوزارة المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وعدم التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى. من جانبها أعلنت الحكومة اتخاذها حزمة إجراءات وقائية لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، وأكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة أن كافة المستشفيات التابعة للوزارة باتت مستعدة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، فيما نفت مصادر بالوزارة وجود أي فيروسات مثل الحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي في مصر، مؤكدة أن المستشفيات لم ترصد أي حالات انتشار لتلك الفيروسات. وفي وزارة القوى العاملة كشف فمصدر مسؤول أن الوزارة تدرس حاليا منح الموظفين إجازة من العمل لدواعي موجة الحر إن استدعت الحاجة. هذا وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم شهد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة اليوم قد بلغت 42 درجة فيما تستثنى المدن المطلة على السواحل. وتوقع وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد أن تقل حدة الحرارة نسبيا غدا بواقع درجة أو درجتين على الأكثر، وأكد استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع على أن تخف حدتها يوم الثلاثاء القادم. أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من دراسة إضافة رافد جديد لمحور 30 يونيو والجاري تنفيذه حاليا ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس، والذي يهدف لربط سيناء ومنطقة شرق التفريعة بمحافظة الدلتا. أوضح اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن المسار الجديد يهدف إلى ربط سيناء ومنطقة شرق التفريعة بمحافظات الدلتا وعلى الأخص مدن المنصورة والجمالية والمنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك عن طريق محور 30 يونيو والذي من شأنه تقليل زمن الرحلة بين سيناء والدلتا لنحو 60 دقيقة، مما يسهل عملية نقل العمالة اليومية من محافظات الدلتا للمناطق الصناعية بمدن القناة والقنطرة شرق التفريعة. يبدأ اليوم إبراهيم محلب رئيس الوزراء زيارة إلى الأقصر تستغرق يومين برفقة عدد من الوزراء. خلال الزيارة يتفقد محلب سير العمل بمشروع كشف طريق الكباش ومشروع إنارة أثار البر الغربي ليلا، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا بساحة الكرنق في إطار مبادرة مصر في قلوبنا والتي أطلقتها وزارة السياحة بهدف تشجيع حركة السياحة الداخلية الوافدة إلى الأقصر وأسوان. كما يتفقد رئيس الوزراء مشروع إسكان المليون وحدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والطود وإسنا. أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساحة الأراضي المستصلحة في مشروع المليون فدان لتصبح 1.5 مليون، مؤكدا على ضرورة توفير المعدات اللازمة للتنفيذ في أسرع وقت وفقا لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزراء الإسكان والري والزراعة. وخلال الاجتماع استعرض وزير الزراعة والأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار المشروع، موضحا إنها ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعي. بينما استعرض وزير الري الموقف التنفيذي لحفر الأبار التي ستستخدم في ري الأراضي المستصلحة.
قررت الحكومة الروسية إهداء مصر أحد لانشات الصواريخ الهجومية من طراز مولينيا في إطار بروتوكولات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية. ويعتبر اللانش من طراز B-32 مولينيا من أحدث الوحدات المتطورة في البحرية الروسية، ومزود بالعديد من منظومات التسليح من بينها الصواريخ سطح سطح التي تعد الأسرع من نوعها في البحريات العالمية والمدفعيات متعددة الأعيرة. تأتي هذه الخطوة استمرارا للمواقف الروسية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية، وتطابق الرؤى بين القيادة السياسية لكلا البلدين نحو الحرب على الإرهاب. تعقد اليوم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس أولى اجتماعاتها بالتشكيل الجديد بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيلها. من المقرر أن تناقش اللجنة عددا من الأمور الهامة المتعلقة بضوابط الترشيح وإثبات صفة المرشح وتحديد إجراءات الكشف الطبي على جميع المرشحين وحجم الدعاية الانتخابية وتواريخ بدء ومدة حملات الدعاية وفتح حساب بنكي بأحد البنوك الذي ستحدده اللجنة لوضع فيه ما سيتلقاه المرشح من مبالغ مالية لمعرفة أوجه صرفها ومصادرها في ممارسته للدعاية الانتخابية. نبدأ أخبارنا العربية والدولية من اليمن، حيث أعلنت القوات الموالية لشرعية الرئيس عبد رب منصور هادي سيطرتها على معظم أجزاء مدينة تعز بعدما أحكمت سيطرتها على مبنى المحافظة ومقر الأمن السياسي والشرطة العسكرية ومناطق أخرى، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الشرعية والحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في محيط القصر الجمهوري. كانت القوات الموالية للشرعية قد تمكنت من السيطرة على مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد بعد انسحاب ميليشيات جماعة الحوثي وقوات صالح منها. من جهة أخرى، شن طيران التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في منطقة الحبان شرقية تعز. وفي محافظة البيضاء استهدف الطيران آليات عسكرية وتجمعات للميليشيات الحوثية وقوات صالح مديرية النعمان. وفي محافظة أب استهدف طيران التحالف مواقع للحوثيين وقوات صالح، أكدت مصادر محلية سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين. إلى العراق، حيث وافق رئيس الوزراء حيدر العبادي على قرار تأديبي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في الرمادي. كان داعش قد سيطر على الرمادي بعد انسحاب القوات الحكومية من المدينة في ضربة لاستراتيجية العبادي الذي كان يحاول استعادة السيطرة على المناطق التي سقطت بيد المتشددين في عام 2014. يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء عن حزمة إصلاحات شاملة تهدف لمكافحة الفساد وسوء الإدارة في أكبر تغيير في النظام الحكومي منذ الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق. في ليبيا، أعلنت الحكومة المؤقتة عجزها عن التصدي للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش بسبب حظر توريد السلاح عن الجيش. وطالبت الحكومة الدول العربية بالتدخل الفوري لتوجيه ضربات جوية لمعاقل تنظيم داعش في ليبيا، خصوصا في مدينة سرت التي يسيطر عليها التنظيم، مؤكدة على استعدادها التنسيق مع الدول العربية بشأن توجيه ضربات محددة ومركزة لمعاقل التنظيم. وطالبت الحكومة الليبية المجتمع الدولي بالضغط على مجلس الأمن من أجل الموافقة على رفع حظر توريد السلاح عن الجيش الليبي لدعمه في حربه على الإرهاب.
في سوريا أعلنت مصادر محلية انتهاء وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني من جانب وبين فصائل المعارضة من جانب آخر بعد فشل المفاوضات الرامية إلى إنهاء القتال في بلدة الزبداني وقريتي كفرية والفوعة. كانت وقف إطلاق النار قد سرى منذ الأربعاء الماضي بمساعدة كل من إيران وتركيا التي تدعم كل واحدة منهما طرفا مختلفا في الصراع، فيما استهدف وقف إطلاق النار إعطاء فرصة للمفاوضات للتوصل إلى وقف أطول للعمليات العسكرية في البلدة والقريتين. نتحول إلى أخبار الرياضة، حيث تأهل الزمالك للدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة حرس الحدود في الدور 16 بالتغلب عليه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد بتروسبورت. أحرز ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي بالدقيقتين 71 و73 وإبراهيم عبد الخالق بالدقيقة 86، فيما أحرز هدف حرس الحدود الوحيد محمد رمضان بالدقيقة 78 من ركلة جزاء. ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في الدور الثمانية لمسابقة الكأس باستاد الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل. في 7:30 مساء اليوم يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره اتحاد الشرطة على ملعب استاد بتروسبورت في إطار منافسات دور الثمانية بكأس مصر. يسعى المارد الأحمر للصعود لنصف النهائي من أجل الاقتراب لتتويج بالبطولة حتى لا يخرج خالي الوفاض هذا الموسم، وأيضا يكون ذلك دفعة معنوية له في مشواره الإفريقي قبل سفره إلى تونس لمواجهة الترجي يوم 22 من الشهر الحالي في الجولة 5 بدوري المجموعات للكونفدرالية الإفريقية. نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.